ارتكبنا. عيد النكسة، قتلونا وهجرونا، ظلم القهري، حرمونا من أطفالنا وأولادنا، مجزرة النكبة، ضاعت فلسطين في 48، ضاعت معظم أراضينا وبيوتنا وذكرياتنا. 48 هو عام النكبة الفلسطينية والظلم القهري للاحتلال الصهيوني للشعب الفلسطيني. انتكبنا، يعني باختصار هجرنا من بلادنا وحالتنا زي ما انت شايفة هالقد. احنا ما عشناش للنكبة ولا النكسة ولا عشنا ولا هي حاجة، بس يعني كأنه احنا عشنا أكتر من هيك. يعني احنا بنعاني من كل التبعات للنكبة والنكسة واتفاقية أوسلو، كل هذه الأشياء اللي احنا ما عشناها الآن بنعيشها احنا وأكتر منها. بلدي الأصلية أنا يافا، دير ياسين، سل الربيع، عسقلان، حمامة، يافا، تولس، سلفيد، المجدل، رأس النقورة. لو ما كنت فلسطينية رح أكون فلسطينية، لأنه ما فيش بعد فلسطين، انسى يعني والله هي الروح فلسطين. بكون عال على المجتمع على العالم كله إذا ما كنتش فلسطين. لا مستحيل، أنا الحمد لله أنا مبسوط كتير إني أنا فلسطين. فيش أحلى من فلسطين. أكيد فلسطين وكل فخر، طبعا كل فخر، بتمنى أكون فلسطين أكيد. بس لو ما كنتش بتمنى أكون فلسطينية، بتمنى أكون فلسطينية، لأنه إحنا بنعيش يعني هم عايشين حياة، يعني يمكن هم يكونوا بيفكروا حالهم عايشين حياة أحسن منا، لا بس إحنا بنعيش حياة إلها معنى، هم بيعيشوش حياة إلها معنى، حياتهم عمل، حياتهم إيش مكان، حتى لو بيحققوا إنجازات، حتى لو هم إيش قادة، بس لا إحنا بنعيش حياة إلها معنى وحياة يعني خالدة حيخلدها التاريخ أكتر من حياة كل الناس. طبعا حياتهم عظيمة بس إحنا حياتنا أعظم. موطنين الجلال والجمال والسلام والبهاء في النار في النار، والحياة والنجاة والهناء والنجاة في النار في النار. الآن سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما